بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي أينما كنتم في برنامجكم ملك وكتابة. ولسه إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس، أهلا بكم أعزائي المشاهدين، وكل سنة وأنتم طيبين. عاد الله عليكم وعلى مصرنا الغالية هذه الأيام الطيبة المباركة بكل خير وصحة وسعادة، وعيد أضحى سعيد عليكم جميعا. الحلقة 764 من ملك وكتابة حلقة الخميس بيبدأها المهندس عادلي، ولسه